السلام عليكم. كالعادة معكم سفيان الكيليمين. كنت حدا موز سيجار ولد سباشا المعروف بالمينو ميدي قطاراني. كنت حدا من الاخر كان شي حاجة نمرة عنده يعيط ليا يبان عندي هنايا هاي الفلوس وهي 530 الاخوان بينوا ليا. قلت شي عيب؟ واش قلت شي عيب؟ لاش كتسبوني؟ كان شي حاجة بنادم عيط لاش تمرقين في التليفونات؟ بنادم شي عيط كيتمرقن هاي الفلوس هاي البياسة سالي مديك معك سفيان الكيليمين. المهم ما باش يعرفوا الناس الاخرين انا اللي بنت دابا في فيديو في 530 كنت حدا اي 530 في المغرب كامل عموما كازا الشباب بلا من بعد ولا العشرين لي. المهم كازا كنت حدا اي واحد في كازا معروف سفيان الكيليميني قايدو النمره 06 64 70 10 64 اللي بغاني مرحبا سفيان الكيليميني. كنت حدا اي 530 في المغرب كامل شي عندي معروف سفيان الكيليميني هيا طيان بانو في الشاشة يجيب عشرانو بلا ما يجيب عشراني كلشي عشراني 5000 درهم كنت حدا اي واحد 5000 درهم من درب سلطان العين دياب ما نحطوش رجلين لا في روجات لا والو نوح حطان رجلين الفولق الفولا اللي كيقرا الفولق حنا راه كبرنا في مدرسة ديال الفولا ديال الصياقة 530 حنا الاساتذة ديالها ومعروفين وي او ماي جاد خويا راه عيطت ليك اخويا وانت ما منكش قلت لك 5000 درهم قلت لك وراق ديال الموطور درت معاك اي حاجه قلت لك تندوز عليك تندوز عليها كابراج القلاوي بهذا الموطور ان شاء الله قال لك واحد مثال خايل مربوطه والحمير كتبور سيجار وانين انت صاحبي وانين يلا انت هاهي 72 لا سبقتيني اخويا بهذا الموطور والله تنحرقو ها والله تنحرقو بالله والله تنحرقو هاهي